السلام عليكم، معكم اخوكم فوزان السابج. راح يكون معي بالحلقه لاعب عقيل مصخر ولاعب سليمان تميمي، يتابعونا في برنامج بادي تشالنج. اليوم راح نطبق حركه التخلص من الجارد المغلق او من الكلوز الجارد. بالحلقات اللي طافت خذيت اذا انا كنت مسكر بالجارد شلون اقلب اللاعب، واذا دافع شلون اكمل الحركه. الحين اذا اللاعب هو مسكر علي بالجارد، طبعا دائما الافضليه حق اللاعب اللي تحت، اللي يلعب تحت. انا الحين مهمة اللاعب اللي داخل القاط لازم يتخلص من هالوضعية، يطلع من القاط يروح لوضعية السايد او يروح لوضعية المان. نزل تحت سليمان. الحلقات السابقة خذينا اللاعب اللي تحت هو شلون كان يحاول يقلب وياخذ الافضليات، الحين اللاعب اللي قاعد داخل القاط شلون هو يتخلص ويروح حق السايد كنترول. اهم شيء راح يكون ماسك ايد واحدة، اللاعب يكون متوازن، وزنه ما يكون وايد ليه تحت ولا يكون وايد، يكون قاعد بالنص متوازن. راح يكون حاكر ايد واحده وايد الثانيه يكون ماسك البدله او البنطلون. الحين راح يضغط بالكوع اساس يحاول يبطل ريل. اول ما تنزل ريله راح يعبر الركبه اللي تحت، يكون حاجزه ايده تحت الراس وجسمه على اللاعب، يطلع الريل اللي داخل بعدين الريل الثانيه. اول شيء راح اسوي راح احجز ايد واحده، لازم احجز ايد واحده، ما اخلي الشغل على راحته بايده الثنتين. امسك ايد واحده اليد الثانيه امسك فيها البنطلون، امسك البدله، امسك الحزام. اكواع الاثنين لازم يكونون لي داخل. اليد اللي ماسكه الحزام او ماسكه البدله راح اضغط بكوعي من داخل الركبه، راح اضل ضاغط. طبعا قاعد على المشط والظهر لازم يكون سيده، الوزن سيده، ما اروح وايد لورا اساس اتفادى اي قلبه مثل الخصم يحاول يسويها، او اني اقط وزني لتحت اعطيه فرص وايد حق الخنق او حق الكسر. اول ما اضغط يبطل الريل، اضغط بجهه الريل اللي هو بطلها، احط الريل فوق ريله وتكبي على الارض، احجز الريل، احط الايد تحت راسه واقط وزني كله صوب اللاعب. اليد الثانيه ما اهدها الا لما اكمل الطلعه. فاذا طلع الريل الثانيه قبل اللي حاجزه راح يسكر وضعيه الهاف جارد بالشكل هذا، ريل الثنتين على ريل واحده، فاللاعب كنا مثل ما سوى شيء. فتطلع الريل اللي حاجزه بعدين الريل اللي داخل. بعد مره اهم شيء اللاعب يكون متوازن، راح يكون حاجز ايد، اليد الثانيه يكون ماسك الحزام ماسك البدله، يضغط بالكوع داخل الركبه، اول ما يفتح يعبر ريله من فوق الركبه، ايد تحت الراس، طبعا اليد الثانيه ما يكون هادها عشان اللاعب مثل ما يستخدم ليد، طلع الريل اللي داخل بعدين الريل الحاجزه. ركبه الثنتين ركبه صوب الكتف وركبه صوب الحوض، يحصل على الحركه هذه اذا قعد اللاعب ثلاث ثواني راح يحصل ثلاث نقاط. فمن البدايه هو مسوي كنترول كامل على اللاعب، ايده ما يخليها الا بس لما يطلع كامل. بعد مرة يضغط بالكوع، يحجز بريله اللي تحت الراس، يعبر اللي داخل بعدين اللي حاجزه، ودائما يحاول يقرب يسوي كنترول على اللاعب اللي تحت. الحين عندي ريل واحدة داخل، اطلع الريل اللي داخل بعدها الريل اللي حاجزه، لازم تطلع اللي داخل، اذا طلعت الريل اللي برا راح يكمل يسكر علي اللي هو الهاف جارد، ووضعيه الهاف جارد اللي هو يكون مسكر ريل الثنتين على ريل وحده، فلازم تطلع اول شيء الريل اللي داخل بعدها الريل اللي حاجزه ريله، بعدها اروح حق وضعيه السايد كنترول. طبعا التخلص هذا عليه ثلاث نقاط في بطولات الجوجيتسو اذا قعدت لمده ثلاث ثواني وسويت سيطره كامله على اللاعب.
راح يكمل على الحركه هذه نفسها، بس اذا اللاعب مثلا ما قدر يمسك ليده واللاعب الثاني قاعد يسحب ايده، او اذا مثلا قاعد نلعب بنظام بدون بدله، يكون ليده ثنتين صوب الحوض، يحط ليده واحده بالنص يودي ليده الثانيه لي ورا، وراح يضغط بالكوع. طبعا طول الوقت لازم تكون متوازن، اللاعب اللي تحت بوقت المباريات ما راح يكون ثابت بمكانه، فاول ما يجيب ليده واحده بالنص تحت اللاعب الثانيه تروح لي ورا، راح يصير في فتشه عندك مسافه صغيره، حتى اذا اللاعب ما بطل راح تضغط بالحوض اكواعك اثنين لي تحت. اول ما يبطل الريل راح نسوي نفس اللي سويناه بالتخلص الاول، تختار اي جهه اسهل لك او الجهه اللي اللاعب الريل تكون وايد لي تحت، راح تحجز الريل ايد تحت الراس وتقط وزنك كله صوب اللاعب مثل ما قلنا، اطلع الريل اللي داخل اول شيء، بعدين الريل اللي تكون حاجزه، واروح لوضعيه السايد كنترول. يختار اي جهه اقرب له حق التخلص، ونفس التخلص الاول، يعبر الريل ايده فوق الراس، يطلع الريل اللي داخل اهم شيء هذه، بعدين الريل اللي حادثه، ورده مره ثانيه، طلع شوت كنترول، نقرب الركب الثنتين صوب الجسم. بعد مره اذا اللاعب الحين ما قدر يمسك ايده، اللاعب الثاني مو راضي يخليه، ايده الثنتين صوب الحوض، ريل بالنص الثانيه ورا، يضغط بالكوع، يعبر ريله يحجز، يد الثانيه تحت راسه يقط الوزن، تطلع يقعد بركبه، اذا قعد 3 ثواني راح يحصل على 3 نقاط. الحين راح نسويها بشكل سريع. سايد كنترول لازم ليد تحت ايده، ادز بالكتف، اضغط على الحنج والصوب الوي، دائما الركبه الثنتين تكون لازقه بجسمه، ركبه تكون صوب الحوض والركبه الثانيه تكون صوب الكتف، فتسوي سيطره كامله. يبغي بالنص ثانيه ورا، يضغط عبر، فقاعد ياخذها بكل شيء تفصيلي الجيتسو، اذا اي شيء تفصيل مثلا نسيته او ما طبقته احتمال الحركه تروح عليك ما تي بشكل كامل. راح اكون ماسك، اذا مثلا ما قدرت امسك ايد اللاعب الثنتين، اللاعب مثلا قاعد يسحب ايده ماني قادر، او مثلا قاعد نلعب اللي هو نظام بدون بدله، مثلا ممنوع امسك ولا شيء، ايدي الثنتين اذا بالبدله راح اكون ماسك الحزام، اذا الحزام مبطل او مثلا بدون بدله اكون ماسك صوب الحوض، اضغط بالحوض دائما لي تحت لي الارض، ما ابي مثلا لاعب يودي الحوض لي فوق حق السويب حق الخنك، فاظل ضاغط طول الوقت لي تحت، راح اجيب ريل واحده بالنص واودي الريل الثانيه لي ورا نفس حرف ال. بالشكل هذا خذينا تخلصات من وضعية الجارد المغلق أو الكلوز جارد. نشوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة.